السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أنبياء الله جميعا وعلى سيدهم وخاتمهم حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. صدق الله العلي العظيم. هذه الليلة هي ليلة استشهاد إمامنا الخامس الإمام أبو جعفر محمد بن علي الباقر عليه الصلاة والسلام، الذي تنبأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكانته العلمية السامية ومنزلته الرفيعة عندما توجه إلى صحابي جليل وهو جابر بن عبد الله الأنصاري، وقال له: يا جابر، يوشك أن تبقى حتى تلقى ولدا لي من الحسين عليه السلام يقال له محمد، يبقر علم الدين بقرا، فإذا لقيته فاقرأه مني السلام. سلم رسول الله على الإمام الباقر وهو في صلب أبيه قبل أن يولد، ويطلب من صحابي جليل أن يهتم بهذا الحفيد وأن يستمع إليه ويبلغه سلامه، ولقبه بالباقر، يبقر علم الدين بقرة. وقد قال علماء اللغة: الباقر أي المتبحر بالعلم، المستخرج لغوامضه ولبابه وأسراره والمحيط بفنونه، هذا معنى الباقر. لذلك أجمع المؤلف والمخالف من الفريقين على فضله وسمو مكانته العلمية والفكرية. وقد أورث الإمام صلوات الله وسلامه عليه مدرسة عملاقة. أولا، كان هو المؤسس الأول للجامعة العلمية الكبرى في المدينة المنورة، وأورث هذه المدرسة في العلم والمعارف والفكر والثقافة والتقوى والفقه لوريثه وولده الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وتخرج على يدي الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام كوكبة من الفقهاء، من العلماء، من النجوم اللامعة في الفقه، في الأصول، في المعارف الإسلامية، في سائر العلوم والفنون وفي الفلسفة. منهم تلاميذ بارعون، أذكياء، محققون، فقهاء، علماء يتبعون نهج مدرسة أهل البيت. في طليعتهم جابر بن يزيد الجعفي وحمران بن أعين وزرارة بن أعين وأبان بن تغلب ومحمد بن مسلم وأبي الجارود، والذي نقرأ دعاءه في شهر رمضان:
أبو حمزة الثمالي ثابت بن دينار، هذا من تلاميذ الإمام الباقر ومن تلاميذ الإمام زين العابدين وتلاميذ الإمام الصادق، والكميت بن زيد وأمثالهم كثيرون. وأيضا من أبناء المدارس والمذاهب الإسلامية الأخرى في طليعتهم الإمام عبد الرحمن الأوزاعي، عند كلية إسلامية في لبنان كلية الإمام الأوزاعي، هذا تلميذ الإمام الباقر. ومحمد بن المنكدر الصوفي، زعيم الصوفي المعروف، ومحمد بن مسلم الزهري، ومحمد بن إدريس الإمام الشافعي، والإمام أبو حنيفة ثابت بن نعمان، وغيرهم تتلمذوا على يد الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام في مدرسته وجامعته الأولى في المدينة المنورة. وحياة الأئمة أيها الأحبة حياة متوازنة، حياة متساوية، حياة غير مبعثرة، يعني لا يطغى جانب منهم على جانب آخر. حياة أئمتنا، كل أئمتنا، حياة ذات أبعاد متعددة، جوانب متعددة. ما كان الأئمة يركزون على جانب دون آخر أو يهتمون بعنصر دون آخر. ففي الجانب العبادي والروحي كانوا متميزين، ولم يمنعهم، لم تمنعهم العبادة والانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى عن الجانب الاجتماعي والتربوي والأخلاقي. أئمتنا كانوا مربين، كانوا معلمين، ينزلون إلى الساحة يعلمون الناس الآداب والأخلاق، تلاميذهم كانوا يتأثرون بهم، أصحابهم كانوا يتأثرون بهم ويتعلمون منهم. لذلك رب الأئمة طبقة من الفضلاء، النبلاء، الأصحاب، الأوفياء الجيدين، كانوا عمالقة في الأدب وعمالقة في العلم وفي التقوى وفي الزهد. وأيضا الجانب العلمي والفكري كانوا يهتمون به، يعني يهتمون بالعالم والفيلسوف ويهتمون بالإنسان البسيط، لا يركزون على واحد دون آخر. الإنسان كان عندهم مهم، سواء كان هذا الإنسان متعلم أم لم يكن متعلما، سواء كان هذا الإنسان من فريقهم ومذهبهم أو من الفرق والأديان الأخرى، سواء كان هذا الإنسان قريبا عليهم أو بعيدا عنهم، كانوا يهتمون بتربية الناس. احنا ليش عندنا مشكلة الآن في مجتمعاتنا الإسلامية والشيعية؟ ليش أوضاع بلادنا ليست مثالية؟ أليس مذهب أهل البيت مذهب مثالي؟ فلماذا الشيعة ليسوا مثاليين؟ لأنه منابرنا وخطبائنا في السابق لم يكونوا تربويين. خطبائنا كانوا يهتمون بقضايا الولاء، الولائية لأهل البيت، لكن لم يهتموا بالقضايا التربوية والأخلاقية الاستراتيجية في المجتمع. لم يركزوا على بناء الثقة بين الناس، على الروابط الأسرية. الخطيب 90% من منبره يريد يبتش الناس، يريد يربطهم بأهل البيت عن طريق البكاء والحزن، لكن أخلاق أهل البيت، تعاليم أهل البيت قائمة على الصدق، على الأمانة، على الوفاء، على الترابط الاجتماعي، هاي مفقودة، يجب أن نعترف، مفقودة في العراق، مفقودة في البلدان الشيعية. لماذا مجتمعاتنا متراجعة، متخلفة؟ ليش العراق يكون الرقم الأول في الكوربشن في العالم؟ ليش بعد 15 سنة شيعة العراق ما استطاعوا أن يعطوا الإنسان كرامة؟ لم يستطيعوا أن يوفروا له أبسط الحقوق، أبسط الحقوق، وهي الكهرباء، وهي الماء النقي، وهي الصحة، وهي التعليم، وهي الأمن والأمان. ليش؟ لأن خطبائنا ما كانوا يفكرون بالتربية، يردون الناس يبكون على الحسين، لكن هل يتعلمون من الحسين الوفاء؟ هل يتعلمون من الإمام الباقر والإمام الصادق الالتزام والانضباط وروح المسؤولية؟ ما كان يركزون إلا ما خرج بالدليل واحد اثنين. وإلى اليوم، إلى اليوم بعض الخطباء كارثة على التشيع، كارثة على المنبر بالسخافات والخرافات التي يتحدثون بها.
مو مربي ما يهتم بالتربية، يهتم أنه يجمع له 10,000 واحد يسمعوا له ويحرك عواطفهم يبتشيهم شوية وخلص يخرج منتصر. الخطيب والعالم والإمام يجب أن يربي الناس. إذا شفتوا المجتمع أعوج يعني قادة المجتمع عوجين، يعني فاشلين. الناس على دين ملوكهم، والملوك مو معنى أن يقعد بس بالبيت الأبيض، مو السلطة السياسية وحتى السلطة الدينية. الملوك هنا تعني قادة المجتمع. قادة قد يكون قائد ديني، قائد سياسي، قائد مجتمعي، هذا قائد. أئمتنا كانوا يهتمون بتربية الناس، يردون الشيعي يكون عزيز، الإنسان الشيعي يكون كريم، الإنسان الشيعي يكون معطاء، يكون مثال، يكون انموذج يحتذى به. هكذا كانوا يربون أصحابهم بأخلاقهم وفي طليعتهم، كل الأئمة من بدءا من أمير المؤمنين إلى ولديه الحسنين إلى زين العابدين إلى الإمام الباقر إلى الإمام الصادق إلى الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام، كلهم مربون. ما يمسك الميكروفون وفقط يخطب، كان ينزل إلى الساحة يعيش بين الناس. اليوم كثير من مراجعنا ما يعيشون مع الناس، out of touch with the society، يغلق الباب على نفسه بالبيت ما يدري. عنده مصدر واحد ابنه صهرة يوصل للأخبار، ما ينزل إلى السوق، ما يدري آلام الناس، ما يدري مصائر الناس، ماذا يحدث للناس، ما يدرون. هاي حقيقة، هاي حقيقة يجب أن نذكرها. عندما يكون القائد بعيد عن الناس طبعا هنالك فشل. لازم يعيش في أوساطه، سواء قائد سياسي أو ديني يجب أن ينزل إلى الساحة. هذا اللي يخلي بينه وبين الناس حماية، الناس ما يقدرون يوصلوا له، ما يقدرون يتكلمون وياه، وقاعد في البروج العاجية في مناطق محمية والناس معرضين للهلاك والدمار والعذاب والأذى، هذا قائد فاشل. هذا يقول القرآن يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. القائد يجب أن ينزل إلى المجتمع. أصلا القائد ما لازم عنده مكتب، مكتبه في الشارع، في السوق، في الطريق، في المستشفيات، عند الفقراء. من الصبح إلى الليل دوامه لازم يكون في الشارع، ما لازم يرتاح. إما لا يقبل المنصب يقول أنا مو بقدها، أو عندما يقبل المسؤولية فعليه أن يكون على قدر المسؤولية. إحنا في الغرب نشوف مرات تصير كوارث، كارثة قطار يخرج عن السكة الحديدية، حادث تصادم، حادث كذا، يستقيل الوزير، يستقيل وزير الصحة، يستقيل وزير المواصلات، يقول أنا فشلت في هالمهمة، يستقيل يعترف بفشله، أنا ما استطعت أن أضبط الشغلة، لذلك أنا مو مناسب لهذا العمل، هو يستقيل بنفسه. أئمتنا كانوا مربين. الجانب الروحي والعرفاني للإمام صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الصادق يقول كان أبي كثير الذكر، كثير الذكر، لقد كنت أمشي معه وإنه ليذكر الله، وكنت آكل الطعام معه وإنه ليذكر الله، وكان يحدث القوم ويذكر الله سبحانه وتعالى، وكان يأمر أهله بذكر الله، يأمر أهله يربيهم يعلمهم، يعلم أطفاله. إحنا ليش أطفالنا طالعين عن الجادة عن الطريق؟ ما ربيناهم. إحنا نصلي بس ما نهتم، ابني صلى أم لم يصلي ما نهتم. وإذا نريد نعلم الصلاة نعلمه بالقوة، نقول له صلي، لكن لا نشرح له معنى الصلاة وأهمية الصلاة، ما نشرح، بس نقول له صلي، لكن شنو معنى الصلاة في حياته ما نشرح، ما نقعد وياهم نحكي لهم عن آثار الصلاة، عن معنويات الصلاة. وإنه لكان يأمر أهله بذكر الله، هذا مصداق قوله تعالى، الله سبحانه وتعالى يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. مو أنت فقط تصلي ما ينفع، لأنه إذا أبنائك مشتتين حتى أنت صلاتك ما راح تثمر، فكرك يكون مطشر مو مركز، واحد من عائلته مبعثرة حياته ما تكون مستقرة،
لأن حياتنا مرتبطة بأبنائنا وبناتنا. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. في آية أخرى إبراهيم يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ومن ذريتي، من دون الذرية لا تستقيم الحياة لأحد، تكون حياتنا مضطربة ونكون نحن مسؤولون أمام الله إذا انحرف أبناؤنا لأننا قصرنا في هدايتهم. ذكر الله تعالى إلى أثر مو فقط معنوي، حتى أثر مادي. ذكر الله يكون له أثر. الآن تشوف بعض الناس، هنالك قسمان من الناس، واحد تنزل عليه المصيبة فينهار، ينهار خلص، صار عنده مرض ينهار ويخسر نفسه. والآخر تنزل عليه مصيبة كبيرة يحزن لكنه لا ينهار. هنالك فرق بين الحزن وبين الانهيار. كل إنسان يحزن. أهلا وسهلا أستاذ علي، تفضل هون حبيبي، تفضل. أهلا وسهلا فيك، السلام عليكم ورحمة الله، تفضل. هنالك فرق بين الحزن وبين الانهيار. إذا نزلت بالإنسان مصيبة أو فاجعة أو خسران يحزن. الأنبياء كانوا يحزنون. رسول الله فقد ابنه فخاطب الجبل، قال أيها الجبل لو أن بك ما بي لهدك. أنت تنهد يا جبل، أنت تنخسف، لو أن الحزن الذي بقلبي ينزل عليك الجبل ينخسف. فحزن رسول الله لكنه منهار، انهيار ما صار عنده، كلابس ما صار عنده. ليش؟ لأنه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللي دائما يذكر الله من تنزل عند عليه المصيبة ما راح ينهار. الآخر يفقد أعصابه، اللي مو مع الله ما عنده استقرار، عنده اضطراب دائمي، قلق دائمي. في حين الذي يكون مع الله تجي حالات سكينة وطمأنينة، الله ينزل عليه السكينة في حالات الإمرجنسي والطوارئ. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أئمتنا كانوا مثال لذكر الله. إحنا لازم دائما نذكر الله، دائما في قلوبنا، دائما. أنت وتسوق سيارتك أذكر الله، أنت قبل النوم أذكر الله، تحدث مع الله، بعد أن تستيقظ، عند الطعام، قبل الطعام، عند العمل، في البيت، في الدائرة، في المدرسة، في المستشفى، عند الغنى وعند الفقر، عند الصحة وعند المرض، عند الغربة وعند الأهل، في كل الحالات نذكر الله سبحانه وتعالى. كان أبي دائم الذكر. لازم يكون الذكر جزء من حياتنا اليومية والليلية، لأننا نحتاج الله. سيأتي علينا زمان أبناؤنا لن يستطيعوا أن يقفوا معنا. هذا ابنك اللي تربيه وتكبر تتعب عليه وتصرف عليه، تصرف مئات الآلاف حتى يروح مدرسة ويتخرج، يوم من الأيام يقول لك بابا I have my own problem I can't help you sorry، يقول لك سوري أبسط ما يكون. أزواجنا يمكن ما يقفون معنا، الذي يقف معنا هو الله سبحانه وتعالى، والذي نحتاجه هو الله. اعتمدوا على الله، ثقوا بالله، ضعوا توكلكم على الله. حتى لا تفكر في يوم من الأيام أنا عندي أخوة، عندي أعمام، عندي عشيرة، عندي ميزانية، عندي أموال، عندي أراضي، عندي أصدقاء. قل أنا عندي الله، نعم عندي أموال لكن عندي من هو أقوى من المال وأقوى من العشيرة وأقوى من الأولاد، وهو الله سبحانه وتعالى. الإمام محمد الباقر كان كل همه وغمه هو الآخرة، هو ذكر الآخرة. يقول لتلميذه جابر بن يزيد الجعفي، بالمناسبة بعض أسماء أصحاب أئمتنا بهم معاوية بن وهب، بهم جابر بن يزيد، بهم عامر، بهم عمر، بهم أبي بكر، بهم عثمان، بهم هاي الأسماء ذاك الوقت كانت متداولة، هسه احنا صارت لها political meaning، معاني سياسية، ولا ذاك اليوم موجود.
ذاك اليوم هاي الأسماء عادية، إحنا ما عندنا مشكلة. أئمة يردون يقولون وأصحابهم إحنا ما عندنا مشكلة مع الأسماء، خلي واحد يسمي نفسه أي اسم. عندنا مشكلة مع الأفعال إذا واحد منحرف. حتى مع الناس ما لازم يصير عندنا مشكلة. أنا قبل كم يوم هنا كنا في تفسير سورة هود، اجت قصة لوط عليه السلام، لازم تحكي عنها. قصة لوط تقريبا 20 آية موجودة قصة لوط. فقلت أنه ذول المنحرفين جنسيا احنا ما عندنا مشكلة معه كإنسان، ما عندنا مشكلة، قد يكون إنسان طيب وحباب وكريم وخلوق ومهذب، ما عندنا مشكلة معه كإنسان، لكن عندنا مشكلة مع العمل الذي يقوم به. الإسلام هكذا يعلمنا، ما عندنا مشكلة مع إنسان كإنسان، ما نريد نذبحه ونريد نقتله ونقضي عليه، هذا بشر يستحق الحياة هو وربه، لكن عندنا مشكلة مع العمل الذي يقوم به. عمل الإنسان يجعله إما صالح أو فاسد، عمل الإنسان. لذلك لازم نكون إحنا رؤوفين ورحيمين ونتفهم الناس. إحنا نقولهم ما عندنا مشكلة وياكم، أنت قد تكون مواطن جيد، لأن بعض الناس يقولوا لي ذولا طيبين ذولا حبابين ذولا، نعم على عيني وعلى رأسي، لكن عندنا مشكلة مع العمل، هذا العمل لا يعترف به الله، لا يرضى به الله. كل الأديان ترفض هذا العمل، ترفضه جملة وتفصيلا. فالإمام كان يقول لجابر بن يزيد الجعفي: أصبحت والله يا جابر محزون القلب، محزونا مشغول القلب، أنا محزون أنا حزين. فجابر يقول له: يا ابن رسول الله جعلت فداك، ما حزنك وشغل قلبك؟ اسمعوا، احنا مرات نكون حزينين كئيبين مكموشين لأنه يمكن مثلا ما أقدر أدفع المورجج، هاي السيارة يعجبني أشتريها، تسلا اسمها تسلا، ها ما أقدر مثلا أشتريها، يعجبني أشتريها، هذا البيت يعجبني أشتري ما أقدر، هل أثاث يعجبني، هل كذا سفرة هذه ما أدري. إحنا نحزن لأمور دنيوية، صدقني كل حزننا ومأساتنا ومشاكلنا للدنيا. الإمام الباقر يقول: إنه حزن وهم الآخرة. أنا ما عندي قضية مشكلة مع الدنيا، يوم أكل يوم أجوع، يوم أنام على السرير يوم أنام على الأرض، يوم أكون في قصر يوم أكون في كوخ، مو مشكلة تنتهي الدنيا، لكن إنه هم وحزن الآخرة. لازم نتعلم إحنا من أئمتنا، لا تحزن على شيء دنيوي، ما تسوى الدنيا، والله لا تسوى الدنيا أن نحزن عليها لفقدان شيء منها، لا تحزن، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. إذا عندنا حزن خلي يكون حزننا للآخرة، لأنه ما سوينا عمل يوصلنا للآخرة، خلي نكون قلقين على آخرتنا مو على دنيانا. دنيا الله موفرها إلنا، ما رحنا ننام بالشارع، لكن الآخرة إنه هم وحزن الآخرة. يا جابر، من دخل قلبه خالص حقيقة الإيمان شغل عما في الدنيا من زينتها. بالواقع احنا ليش احنا نحزن على الدنيا؟ لانه خالص حقيقة الإيمان ما داخل القلب. انا وامثالي إيماننا إيمان ارتفيشل اصطناعي مو حقيقي، لذلك نحزن على الدنيا، نشوف الآخرين وصلوا حققوا احنا ما وصلنا نحزن، يدخل لنا الحسد الغيرة تسابق على الدنيا، اللهو بالدنيا الغرور بالدنيا. لكنه اللي دخل في قلبه حب الله الحقيقي، إذا استحوذ على قلب العبد هذا بعد ما يفكر دنيا فد يوم صاعدة يوم نازلة يوم ربح يوم خسارة، يفكر دائما في الآخرة. وأحبتي أوصي نفسي وأوصيكم من الآن فصاعدا خلي همكم الوحيد الآخرة، كيف تجمع نقاط للآخرة points. شايفين ذولا يطيرون عندهم ايرلاين بروجرامز، ذولا مايلج بروجرام جمعون نقاط، انا واحد منهم اجمع نقاط، لازم هذه النقاط نجمع نقاط للاخره، النقاط الحقيقيه نقاط الاخره، بوينتس نحصل للاخره. الدنيا ستنتهي، ينزلونا الى حفره، سواء احنا اثرياء او فقراء الحفره هي واحده،
من كان بينك في التراب وبينه شبران شبران فهو بغاية البعد. لو بعثرت للخلق أطباق الثرى لم يعرف المولى من العبد. من كان لا يطأ التراب بنعله وطأ التراب بناعم الخد. راح ينزلون على التراب ينيمونه يحطون وجهنا خدنا على التراب. هاي حقيقة لا مفر منها. خلينا نفكر بالآخرة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا الفوز الحقيقي. أبنائكم يتخرجون من الجامعات الله يبارك فيهم تفرحون بهم، يتزوجون تفرحون بهم، يحصلون عمل تفرحون بهم، الله يعطيهم أولاد تفرحون. لكن فرحكم الأكبر خلي يكون عندما ابنك يكون مؤمن متدين متقي يخاف الله يحب الله علاقته جيدة وممتازة مع الله. هذا الفرح الحقيقي، هذا الانتصار الحقيقي. الجانب الاجتماعي والتربوي للإمام سلام الله عليه. الإمام كان عمره 4 سنوات، حديثنا عن الإمام محمد الباقر، وشهد فاجعة الطف، طفل صغير، وأخذوه مسبي مع السبايا من كربلاء إلى الكوفة، من الكوفة إلى الشام، بعدين إلى المدينة، بعدين كان واحد من السبايا من الأطفال المسبيين، وشاف كل هالفجائع، ما جرى على جده الحسين، ما جرى على أبيه الإمام زين العابدين، ما جرى على أبناء عمومته، ما جرى على عمته زينب وآل رسول الله في هالمدن، رأى هذا الأمر ومع ذلك لم يتنصل من مسؤوليته ولم يتنكب ولم يعتزل. يقول هذا المجتمع فاسد، هذا المجتمع خربان، أنا بعد ما أحكي مع أحد. الأئمة لم يعتزلوا رغم كل هالمآسي ضدهم، رغم سفك الدماء، رغم التضحيات، رغم عداوة الدول لهم والحكومات والخلفاء، رغم التعذيب، رغم الإرهاب، كانوا في قلب الحدث. ما سكروا الباب على نفسهم وقالوا هذا مجتمع بائس وهذا مجتمع ميت ما في فايدة وينعزلوا. الإمام كان في المدينة المنورة يقضي وقته بين التدريس الذي سأذكره بعد قليل عند قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي الشارع وفي الطريق. أنا أتذكر كنت طفل صغير، والدي كان يودينا للعمرة بالسبعينات، كنا نروح للعمرة، كانت أكو محلة بني هاشم، أنتوا أكيد تذكروها، محلة بني هاشم، بمجرد أن تخرج من مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم تتوجه إلى البقيع، بين البقيع وبين المسجد النبوي كانت محلة، يعني نيبرهود، محلة اسمها محلة بني هاشم، كان فيها بيت الإمام الباقر وبيت الإمام الصادق، ثم هدمت وجرفت بالجرافات، سووها اليوم هاي الساحة العامة البلازا اللي تشوفوها. هاي كلها آثار أئمتنا كانوا يعيشون هنا، كان يمشون فيها الطرقات فيها الأسواق مع الناس، يحلون مشاكل الناس، يسرعون لنجدة الناس. الإمام ما يجلس، رغم أنه يعني إذا شوفوا واحد يشوف أبوه يذبح، أعمامه يذبحون، بعد إلى خلق يتطلع بالناس يريد ينتقم. أئمتنا ما كانوا أهل انتقام ولا أهل حقد ولا أهل كره، مع كل هذا كانوا يحبون الناس ويساعدون الناس لأنهم كانوا ينظرون إلى الآخرة. الإنسان إذا هدفه النجاح في الآخرة يستطيع أن يعفي عن من ظلمه ويحسن إلى من أساء إليه، لكن إذا هدف الدنيا يصير عقله صغير، يقوم يتعارك مع أخوه، يقوم يتعارك مع جيرانه، مع أصدقائه، يروح يودي أخوه للمحكمة من أجل 10,000 دولار، يودي أخوه للمحكمة، يسوقه إلى القضاء، لأنه عقل الإنسان، الدنيا تخلي عقولنا صغيرة، الآخرة تخلي عقولنا وقلوبنا كبيرة. هذا الفرق بين الدنيا والآخرة. الإمام الصادق يقول أبي الإمام الباقر كان فقير في فترة من الفترات، كان فقير، كان أبي أقل أهل بيته مالا في بني هاشم، هو الإمام الباقر كان أقل الناس مالا، لكن وأعظمهم مؤونة. مؤونة يعني responsibility، يعني رغم أنه أمواله كانت قليلة، الوارد كان قليل،
لكن مسؤولياته تجاه الناس كانت أكبر وأعظم. يعني كل اللي حصله يصرفه على الناس. جاءه أحد الأصحاب، دخل عليه في يوم من الأيام يشتكي من جفاء الناس، ذكرتها بخطبة الجمعة قبل يومين بارحة، يشتكي يقول أنا محتاج فلوس، ماكو واحد من الناس يدايني يعطيني فلوس. فأعطاه الإمام 700 درهم. ذاك اليوم الدرهم، تدرون الدرهم الواحد هو ليرة فضية والدينار ليرة ذهبية، فإلى قيمة 700 درهم فضة إلى قيمة في السوق، قوته الشرائية كبيرة. أعطاه الإمام 700 درهم وقال له أنفقها، فإذا احتجت تعال إلي، إلي قل لي تعال يمي. ثم قال هذه الكلمة، كلمة جدا جميلة، قال له بئس الأخ، أخ يرعاك غنيا ويقطعك فقيرا. يعني واحد يوم اللي أنت عندك صحة وبيتك مفتوح وعندك عزائم كل يوم يجي يسلم عليك، كل يوم يسأل كيفك، كل يوم يتصل بيك، لكن يوم اللي تطيح بمشكلة بعد خلص، بعد حتى ما يرجع تلفونك، تترك له رسالة، تبعث له إيميل، تبعث له واتساب، تبعث له ما أدري شنو، تويتر، كل هالأشياء ماكو، سكرها بوجهك ما تشوفه، لأنه أصبحت فقيرا محتاجا. هذا الأخ ما ينفع، هذا الأخ من اليوم الأول بطل منه، بطل من هالصداقة التعبانة هذه، هاي ما تنفعك. بئس الأخ، أخ يرعاك غنيا يركض وراك من أنت غني وعندك زين، كل يوم هو ببابك موجود، ويقطعك فقيرا. هاي لازم احنا ما عدنا هاي الصفة، لازم عدنا صفة الوفاء لإخواننا، نساعدهم بأي مقدار اللي نستطيع، أي مقدار وإن كان قليل، نقف مع إخواننا ما نقطع بهم. الإيمان هو أن لا تؤثر نفسك على الآخرين، تؤثر الآخرين على نفسك، وهاي بالقرآن، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. خصاصة يعني هو ما عنده، أكله ليس كافيا، بيته ليس كبيرا، وارده ليس عظيما، لكن يفكر بالناس، ما يقدر ينام الليل، يرقد نومة هنيئة وهنالك في مجتمعه وفي حارته وفي جيرته وناس محتاجين. هاي الإنسانية أحبتي، هذا هو التشيع، والله هذا هو التشيع، هذا هو التشيع، هذا هو الولاء لأهل البيت. إذا مجتمعاتنا تصل إلى هالمرحلة يصيرون أحسن من الملائكة. بعد ما يصير عندنا كوربشن، سرقات واختلاسات، وبلادنا تتراجع إلى الوراء، وبلادنا تصدر مهاجرين إلى أوروبا وإلى أمريكا. الخطوة تبدأ من عند أنفسنا. راوية آخر يقول ما لقينا أبا جعفر، يعني الإمام الباقر، إلا وحمل إلينا النفقة والصلة والكسوة، ويقول هذه مقدرة لكم قبل أن تلقوني، أنا مجهزها قبل لا أشوفكم. هذا الكرم ليس جودا عطية بسؤالي، قد يهز السؤال غير الجوادي، إنما الجود ما أتاك ابتداء لم تذق فيه ذلة التردادي. الجواد من هو الجواد؟ من يسألوه يعطي؟ لا، هو لازم. أنت الله خلق عندنا رادار، هنا رادار اسمه العقل، رادار. الآن مو أكو رادارات تكتشف الشرطة بالطريق، تكتشف أمور أخرى، الله أعطانا الرادار موجود بداخلنا. إحنا يوم نشوف أخ من أحبتنا وأعزتنا محتاج، عنده أطفال، عنده حاجة، أنا لازم أبادر، ما أنتظر هو يسألني. هذا هو الجود، ليس جودا عطية بسؤالي، قد يهز السؤال غير الجوادي، إنما الجود ما أتاك ابتداء لم تذق فيه ذلة الترداد. هاي أخلاق وأمتي. كان يدخل عليه الناس فلا يخرجون من عنده حتى يطعمهم الطعام الطيب ويكسوهم الثياب الحسنة. هذا التاريخ يكتب عن الإمام. ويهب لهم الدراهم ويقول، شوفوا شوفوا جملة الإمام وعبارة الإمام وحكمة الإمام، يقول ما حسنة الدنيا إلا صلة الإخوان والمعارف. يعني جمال الدنيا اليوم، شنو جمال الحياة بأي شيء؟ عندما توصل إخوانك، تساعد إخوانك، تفرح إخوانك وأصدقائك ومعارفك، بعد ذلك ترتاح راحة نفسية،
هذا الإنسان النبيل النبل هو عندما تشوف الناس ارتاحوا، أديت الخدمة، رفعت الحيف والظلم والحاجة عن واحد من الناس يكون محتاج، ترجع البيت تحس براحة داخلية، تحس بارتياح، تحس بسعادة، تحس بنشوة النصر عندما تشوف جياع أنت أطعمتهم، عرات أكسيتهم، واحد هوملس تروح تودي له. شايفين مرات من نطي لقمة الطعام إلى هوملس، أنا مرات تجري عبرتي من يقول لي God bless you، مسكين هذا كم يوم يمكن ما ماكل وجبة حارة، ما ماكل، يروحون يدورون بالقمامة بالمزابل، من توصل له لقمة الطعام تشوف الفرح، شوف بالطريقة اللي يأخذها. احنا خلنا نصور أنفسنا احنا مثلهم، ما عدنا مأوى. بعدين أنا ذكرت سابقا وأذكر الآن، خيرنا يجب أن يصل إلى كل البشرية. لا تفكر هذا الشيعي وهذا السني وهذا مسيحي وهذا مسلم وهذا لبناني وهذا عراقي وهذا أبيض وهذا أسود، كلنا أبناء الله، كلنا عبيد الله، كلنا محتاجون لله. الإسلام لا يفرق، لكل كبد حرى، رسول الله يقول لكل كبد حرى أجر عند الله يوم القيامة، حتى لو كانت كبد حيوان، حتى لو حيوان تطعم حيوان طعام له أجر عند الله، تحصل ثواب، تحصل ثواب. هاي الفكر اللي احنا عدنا انه هذا الكلب لازم نرميه بحجارة والكلب مكروه والكلب، لا، هذا خاطئ، ربونا تربية خاطئة. الحيوانات لها حق علينا، كل شيء له حق علينا. البارحة كنا بهذا الكامب هنا، الآن أطفالنا جونيور كامب، إجا هذا ريتشارد هو الديركتور يعطينا أورينتيشن حلوة، والله مو بس الأطفال يحتاجوها، إحنا الكبار نحتاج نسمع لها. واحدة من الأمور قال هنا إحنا عندنا راتل سنيكس، فإذا شفتوا الراتل سنيك لا تسوي يوترن وتهرب، لأن راح تهاجمك تلدغك، قف في مكانك، لا تأذيها، لا تتحرش بها، هي راح تشوفها، هي راح تسوي يوتن وتروح. هذا التعليم احنا في بلادنا معلمين، اشيل لك صخرة اول ما تشوف اي حيوان طائر بالجو يزحف كذا بالصخرة، لذلك صخر ماكو ببلادنا، انتهى الصخر. هذا راتل سنيك يقول اذا انت ما بقيت واقف في مكانك هي ستسوي يوتن وهي تروح، هي ما تريد تأذي أحد، إذا أحد ما اعتدى عليها هي لا تعتدي على أحد. هذه أخلاق الحياة، أخلاق البهائم. الإسلام يريدنا نكون لطيفين رحيمين رؤوفين بكل شيء، بالطبيعة، بالشجر، بالنهر، بالمياه، بكل شيء، بكل شيء. احنا التربية اللي في بلادنا علمونا تربية كلها على العنف، على الخشونة. ليش الآن عندنا دماء؟ أكثر مكان تسفك فيه الدماء اليوم البلاد الإسلامية. البارحة طلاب في كابول قاعدين جايين من القرى إلى معهد يردون يتعلمون لغة، دخل عليهم واحد زنديق من طالبان قتل منهم 60 طفلة. قبلها بأسبوع طلاب في صعدة في اليمن طالعين في رحلة، حاطيهم حتى مصورين الباص، باص المدرسة مليان طلاب، مليان، هذا أكثر من عدد الكراسي. طائرة سعودية من طائرات التحالف الجبان تيجي تقصف هذا، ثم يطلع الناطق العسكري السعودي يقول هذا هدف مباح، this is a legitimate target، باص أطفال يمزقون أجسادهم، legitimate target، عار عليك وعلى ملك السعودية وعلى هذا الأحمق القاعد بالوايت هاوس اللي يعطيكم السلاح، هذا legitimate target. طلاب مساكين لأول مرة مطلعيهم فيلد تريب، ما مصدقين، مطلعيهم مكان شوي يروحون عنهم، مثل يوم العيد بالنسبة لهم، يمزقون أشلاءهم. ليش؟ لأنه تربية كانت، هذا محمد بن سلمان متعلم على الخشونة والعنف، هذا الإنسان ما يتغير بين عشية وضحاها، ما يتغير، هذا لأنه رضع الخشونة والعنف من أمه ومن أبيه ومن أجداده ومن ثقافته. الإسلام هو دين السلام، لكن احنا شو حصلنا من الإسلام؟ شو عندنا غير النصرة؟
اليوم صار مهزلة كلمة الله أكبر تستعمل للعنف، للقتل، للذبح. هي أحسن كلمة وأجمل كلمة وألطف كلمة. البارحة أجوا اثنين أمريكان قبل صلاة الجمعة يدرسون بسامينري باسادينا، فكان صار الحكي، كان حجي سميرا بعدين راحوا لغرفته، فكان يحكون على طبيعة الإسلام. أنا كنت أحكي لهم والعنف، فكان يقولون منين هالعنف إجى، منين، شنو هاي، كل يوم قتلى، كل يوم تفجير، كل يوم أشلاء ممزقة، مساجد، معابد، أسواق، مدارس، مستشفيات تقصف. وين بالعالم مستشفى يقصفوها؟ وين وين؟ هكذا أصبح الإنسان رخيصا؟ نعم، لأنه التربية خاطئة، تربية قائمة على العنف، على الثأر. لازم نغير، احنا الآن في الغرب لازم نغير تربية أولادنا. الإسلام لازم نعلمهم دين المحبة، المحبة أهم من الصلاة. إذا أنت تصلي وما في قلبك محبة، في غل وحقد، صلاتك غير مقبولة، يضرب بها عرض الحائط، صيامك يضرب به عرض الحائط. الأخلاق هي المهمة، الأخلاق هي المهمة. أنا كم مرة قلت هنا وأقول، مو مسموح للشيعة اثنين أخوان اثنين أخوات يزعلون فيما بينهم، مو مسموح هذا الشيء، هذا خط أحمر، يجب أن لا نتجاوز هاي الخطوط الأخلاقية الحمر. هاي خطوط أخلاقية حمر رسمها القرآن لنا، تلك حدود الله، ما لازم نزعل بيناتنا، لازم دائما أكو صلح، لازم دائما أكو تواصل، لازم دائما أكو احترام، لازم دائما أكو حفظ حق الناس. اثنين جيران، اثنين أخوة، اثنين أبناء عم، ما لازم يزعلون مع بعض، محاسبين أمام الله، محاسبين. والله لن تشفع لهم الصلاة ولا الصيام ولا كل شيء. الله يقول هذا أخوك، هذا ابن عمك، هذا صديقك، أنت تزعل وياه على الشيء تافه، شيء أنت راح تتركه وهو راح يتركه، وكلنا نترك هذه الأرض، نترك ما جمعنا. الذكريات هي التي تبقى، أعمال الإنسان، ترى our property مو إلنا، صدقوني راح تروح. اللي يبقى إلنا كريدت هي علاقاتنا مع الناس، هي أحياؤنا للناس، هي تواصلنا الجميل واللطيف وبناء مجتمع قوي متكاتف. أنا بعد ما عندي أتحدث عن مكانة الإمام العلمية، لكن قصتان، قصة واحدة من عبد الله بن عمر ابن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، كان عنده ابن اسمه عبد الله، كان أيضا في المدينة المنورة، وكان الإمام الباقر في ذلك اليوم صبي قد لم يبلغ الحلم، فجاء سائل إلى عبد الله بن عمر يسأله في مسجد رسول الله عن مسألة ما استطاع أن يجيب عليها، فهو عبد الله أشار للسائل قال له اذهب إلى ذلك الغلام، غلام غلام يعني هذا اللي ما بلغ مبلغ الحلم، بالعربي سموه غلام، بعد ما واصل مرحلة البلوغ، يمكن 10 سنين يمكن 8 سنين. فذهب الراوي وقال له اعلمني بجوابه، يعني من يجاوبك تعال إلي قل لي، لأنه هو يستحي يروح يقول للإمام. فذهب الراوي، فذهب السائل وسأل الإمام فأجابه وعاد فأعطى الجواب لعبد الله بن عمر، فقال عبد الله إنهم أهل بيت مفهمون، مفهمون يعني ملهمون من الله سبحانه وتعالى. الإنسان اللي عنده تقوى، الإنسان اللي مع الله، الله يلهمه الإجابة، يجعل لكم فرقانا. إن تتقوا الله مرات أنت ينغلق عليك الطريق، متحير في شغلة ما تدري تسوي هاي الشغلة أو ما تسويها، تغلق عليك الطرق. لكن إذا كان العبد مع الله، الله يأتيه في اللحظة المناسبة، في آخر لحظة، فيلهمه الإجابة، يقع في قلبك إلهام، إلهام من الله، لأنك مع الله دائما تستغيث بالله، وفي مع الله. هاي فائدة الإيمان، الله ما يخذل العبد المؤمن. نعم قد تمر في مصاعب ومشاكل نمر بها، وهذه من جزء من تكويننا ومسيرتنا في الحياة وامتحاننا في هذه الدنيا، لكن في اللحظة الحرجة في آخر ثانية الله يجيب لك الإجابة، إجابة واضحة. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم فرقانا، الفرقان يعني الدليل الواضح، يجيب لك الإجابة أمام عينك بعد ما تتحير.
هكذا كان إمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام. سأله شخص عن معنى الآية: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. هل الله سبحانه وتعالى يغضب؟ عدنا احنا. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. الإمام قال: كلا. معنى الغضب هنا يعني العذاب، يعني ومن يحلل عليه عذابي فقد هوى، لأن الله مو مثلنا، الله ما عنده عواطف يوم صاعدة ويوم نازلة. احنا يوم اللي نحصل فلوس نكون مفرفشين وفرحانين ونضحك وكذا، يوم اللي شوية ها تتعسر علينا احنا موديين، مود نص الصبح لليل، هذا المود مثل البورصة الليرة التركية، صاعد ونازل، أشياء دنيوية تفرحنا صغيرة وأشياء تزعلنا. احنا هكذا، الله ليس هكذا. الله لو يريد يزعل علينا زين، يوم يريد حقيقة يزعل يبيد الأرض ومن عليها زين. ولو يعجل الله الناس كذا ما ترك عليها، ولو يآخذ الله الناس بذنبهم بذنوبهم لما ترك عليها من دابة. إذا يوم يريد يكون إن باد مود استغفر الله يبيد الأرض وسكان الأرض، لأنه كلنا عصاة. لكن الله مو مودي، ما عنده مود، الله عنده سياسة بعيدة المدى. حليم، من ألقابه ومن صفاته هو الحلم. الله حليم، يشوفنا نذنب، يشوفنا نعصي، يشوفنا نخون، يشوفنا نؤذي، لكن يقول ما يخالف، أنا أعطيه فرصة، هذا راح يرجع لي. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، يعني عذابي. الغضب غضب الله يعني عذاب الله سبحانه وتعالى. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن يحل علي غضبك، يعني عذابك، يعني عذابك. وجاءه طاووس اليماني، واحد من علماء اليمن، يسأل الإمام أسئلة، يريد يختبر الإمام. والأئمة علومهم كلها من كتاب الله، أجوبتهم كلها، هاي كل صفات الأئمة كلهم، عندما يعطون جواب الجواب موجود هنا في كتاب الله في القرآن. فسأله أسئلة عديدة، جاءه من اليمن إلى مسجد رسول الله، قال له: يا ابن رسول الله، أخبرني متى هلك ثلث الناس؟ فقال له الإمام: لعلك تقصد ربع الناس. قال: بلى. قال: عندما قتل قابيل هابيل، لأنه لم يكن على وجه الأرض إلا أربعة: آدم وحواء وقابيل وهابيل، فعندما قتل هابيل هلك ربع الناس، ربع سكان الكرة الأرضية هلكوا ذاك اليوم زين. فقال: يا ابن رسول الله، أيهما كان أبا للناس، القاتل أم المقتول؟ قابيل صار إحنا رئيسنا أبونا طريقنا إلى آدم، أم هابيل؟ الإمام قال له: لا هذا ولا ذاك، وإنما شيث ابن آدم. آدم كان عنده أولاد آخرين بعد قابيل وهابيل، واحد منهم اسمه شيث، فالبشرية هي من نسل شيث ابن آدم. فقال له: يا ابن رسول الله، أخبرني عن أول كذبة في الكون. شنو أول واحد اللي كذب؟ شنو كانت الكذبة؟ شنو قال؟ قلتها الشيطان. شنو كانت الكذبة؟ هو طبعا الشيطان، كل المصايب من الشيطان، مو من عندنا احنا حبابين، كلها من الشيطان الله يلعنه. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هاي كانت أول كذبة في الكرة الأرضية. سأله: يا ابن رسول الله، أخبرني عن قوم كاذبون شهدوا شهادة صدق. هو كذاب لكن الكلام اللي قاله كان صادق. فقال له: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. شهادتهم شهادة حقيقية صحيحة، لكن هم كاذبين يقولوا له إنك لرسول الله. واليوم هم كثير
يقولون هذا النبي هو رسول الله، لكن في داخله يحقد على النبي وعلى آل بيت رسول الله. يقول أشهد أن محمد رسول الله في صلاته، لكن في قرارة نفسه يخالف ما قاله، يحقد على النبي وعلى آل رسول الله. قال له: يا ابن رسول الله، أخبرني عن طائر طار مرة ولم يطر لا قبلها ولا بعدها، مرة واحدة بس، ما هو هذا الطائر؟ ها؟ شنو؟ البراق؟ لا 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 لا، طائر طار مرة واحدة في تاريخ الإنسانية وتاريخ الكون لا يطير لا قبلها ولا بعدها، مرة واحدة طار، وموجودة في القرآن. هاي الأجوبة كلها موجودة في القرآن. نعم، هو الجبل في طور سيناء، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، ما قارين، وظنوا أنه واقع بهم. الجبل، الجبل نفس الجبل صار مثل الظل، صعد من الأرض وأصبح في السماء على رؤوس بني إسرائيل. وإذ نتقنا الجبل يعني فصلنا من مكانه، أصبح مثل السقف فوق رؤوس بني إسرائيل وعاد إلى مكانه، هذا في القرآن الكريم. قال له: أخبرني عن رسول بعثه الله ليس من الجن ولا من الإنس ولا من الملائكة، لكن هو رسول الله، لا من البشر ولا من الجن ولا من الملائكة، لكن الله بعثه. ها؟ هدهد، الهدهد هاي بعثته، بعث سليمان إلى بلقيس، أحسنت، الغراب، فبعث الله غرابا، الله بعثه في قصة قابيل وهابيل. فتحير قابيل بعد القتل كيف يخفي الجثة، كيف يغطي عورة أخيه هابيل، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. تعلم من الطير، من الغراب، كيف يغطي ويحفر قبر ويدفن أخاه. قال: أخبرني عن قوم، عمن أنذر قومه ليس من الجن وليس من الإنس وليس من الملائكة، لكن حمل رسالة إلى قومه. أحسنتم، النملة. قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فقال: يا ابن رسول الله، أخبرني عن صلاة مفروضة يعني واجبة بغير وضوء، لازم تقول هالصلاة ولا ما تنقبل، غير صلاة الميت، الصلاة على محمد وآل محمد، لأن الله تعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وآخر سؤال سأل الإمام: وعن صوم ليس من الأكل والشرب. أحسنتم، فقال: هو صوم مريم، قالت، فالآية تقول أنه من يجوها: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. استدعاه هشام بن عبد الملك إلى دمشق من المدينة المنورة، وكان هو الخليفة الأموي، وسجنه في دمشق، ثم بعد ذلك أخرجه من السجن وأبقاه تحت الحراسة وتحت العيون، أبقى الإمام الباقر. ودارت هنالك مناظرة بين رئيس المسيحيين الكاثوليك الأعظم أو الحبر الأعظم لهم أو الكاردينال حسب تعبيرهم، وبين الإمام صلوات الله وسلامه عليه، جذبت عيون الدمشقيين وأهل الشام إلى الإمام. الإمام ما كان معروف يعني في الشام، كان يسبوه أصلا، يسبون أهل البيت. جاءه رجل يوم من الأيام فسبه وشتمه بأفحش القول، أنا ما أريد أذكر الكلمة اللي قالها الإمام في وسط السوق. الإمام تبسم، قال له: إن صدقت فيما تقول غفر الله لي، وإن كنت كاذبا غفر الله لك. أكو رد أجمل من هالرد بعد؟ يفتري على الإمام ويشتم الإمام، فيقول: إن كنت صادقا غفر الله لي،
وإن كنت كاذبا غفر الله لك. هاي أخلاق أئمتنا. فعندما دار النقاش بين الإمام وزعيم النصارى في الشام في دمشق، جذبت عيون الناس إلى الإمام، فعرفوا قدره، عرفوا أن هذا الرجل مو سجين جايبيه، مو هذا متآمر ضد الدولة، مو إنسان مجرم، هذا عالم، هذا من بيت زق العلم زقة، هذا من آل رسول الله. ولذلك هشام عندما رأى أن حتى المسيحيين والمسلمين في دمشق هؤلاء انبهروا بالإمام وبدأوا يحترمونه، اضطر إلى أن يعيد الإمام إلى المدينة المنورة. قال خلي نبعد هذا الخطر عنا. وجود الإمام، الحكام كانوا يشوفوه خطر عليهم، خطر في علمهم، في أخلاقهم، في ورعهم، في قربهم من الناس. ولذلك لجأ هشام إلى أن يدس السم بأمر هشام بن عبد الملك إلى الإمام محمد الباقر، فاستشهد بالسم الذي دس إليه في يوم السابع من ذي الحجة، عن عمر يناهز 57. الإمام مولد في سنة 57 للهجرة، واستشهد في سنة 114 للهجرة، يعني عاش فقط 57 سنة. إنا لله وإنا إليه راجعون. وعظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد الإمام صلوات الله وسلامه عليه. احنا عندنا ضيف كريم من أخوتنا وأحبتنا وشبابنا الطيبين، أعرفه لطيبته وجده واجتهاده، وهو الأستاذ علي صالح، وهو العمدة والمير لمدينة بيل. أكثركم تعرفون المدينة أو بعضكم من سكانها. وهو اليوم يرشح نفسه لمجلس الشيوخ في الولاية سنة